أهلا بكم مشاهدينا في هذه الأمسية الجديدة في حلقة جديدة، حلقة مميزة في هذا المساء، ومعنا أيضا خادم الرب الدكتور إكرام. أهلا وسهلا أهلا بك مرة بيكي، ثانية. أهلا بيكي وأهلا بالمشاهدين الأحباء في كل مكان. أهلا بك. نشكر الرب. في الحلقة الأولى كانت حلقة رائعة جدا، وكان هو الجزء الأول من هذه الحلقة، والآن إحنا في الجزء الثاني، وأنا أشجع كل مشاهد في هذه الحلقة أن تكون معنا وتستعد لاستقبال بركات الرب في هذه الليلة. ليلة مميزة، الرب في عنده بركات كثيرة، الرب حاب أنه يباركك فيها هذه الليلة، الرب حاب أنه يحررك من العبودية، يحررك من قيد إبليس في هذه الليلة. اليوم الرب راح يشفي كثيرين، اليوم الرب راح يتعامل معك. إذا كنت أنت مقابل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك، أرجوك أنه تقبل الرب يسوع وتقبل من عنده هذه الهدايا الرائعة في هذه الليلة. الرب اختار لنا اليوم خادم الإنجيل أن يكون معنا وأن يكلمنا بكلمة الرب ويباركنا في هذه الليلة من بركات الرب. وحضور الرب كان واضح معنا في هذه الليلة في الجزء الأول من هذه الحلقة، وأكيد وإحنا واثقين بإلهنا، إلهنا حي، إلهنا موجود، وإلهنا حاضر، حاضر معنا وحاضر معاكم في بيوتكم الآن بروح القدوس. حابين أنه دكتور إكرام نرفع اسم الرب ونرفع هذا المكان ونرفع نفوس مشاهدينا حتى الرب يجعلهم أن يكونون مستعدين لسماع وقبول كلمة الرب. بكل تأكيد أنا كمان عاوز أوصل رسالة لكل اللي بيسمعونا. دايما لما بقى في صلاة في القنوات شاركوا في الصلاة، ما تتفرجوش على الصلاة، ياريت دي تكون فرصة نتعلم بيها أن احنا نصلي باستمرار، زي ما الكتاب صلوا كل حين ولا تملوا. تعالوا مع بعض نتحد في الصلاة وطلب وجه إلهنا. إلهنا العظيم، راعينا الأمين، جايين يا رب نطلب وجهك، جايين يا رب نقول لك نريد أن نرى مجدك. من فضلك يا رب لا تحجب وجهك عنا، من فضلك يا رب انظر إلينا الآن يا رب نظرة رضا يا سيدنا الرب. مد إيدك يا رب، مد إيدك واتعامل يا رب مع كل نفس بتسمعنا. جايين يا رب كلنا نعلن احتياجنا إليك، جايين كلنا نعلن ملناش غيرك يا رب، نقول لك إلى من نذهب، كلام الحياة الأبدية عندك يا رب. من فضلك يا رب، من فضلك ادينا كلمات عند افتتاح الفم، من فضلك يا رب استخدم الوقت اللي جاي من أجل إنك تتعامل مع نفوس كتير، من أجل امتداد ملكوتك، من أجل هدم مملكة إبليس، من أجل يا رب إنك تصل إلى نفوس كثيرة يا رب في مسيس الاحتياج إليك. نفوس كتير بتتفرج علينا دلوقتي لسان حالها، أعبر إلينا وأعنا. مين يعبر إليهم ويعينهم يا رب غيرك أنت وحدك يا سيد الرب؟ بنصلي وكلنا إيمان إنك بتسمع وتستجيب، وإنك أمرت بالبركة ليك يا رب كل كرامة ومجد إلى الأبد. آمين. آمين آمين, آمين. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. آمين. إحنا واثقين دكتور إكرام اليوم الرب رح يدعو كثيرين من المشاهدين، يدعو كثيرين، الرب يحررهم من الإحباط، من الفشل، من القلق اللي هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة، كيف نتغلب على القلق. فموضوع رائع، موضوع فعلا محتاجي إحنا اليوم في هذه الأيام أن نسمع عن هذا الموضوع. لكن قبل أن نخوض بهذا الموضوع حابين أنه نعرف ما معنى كلمة القلق، ما مفهوم، هل هناك مرادفات لهذه الكلمة، هل القلق والحيرة هي أحد المؤشرات اللي تدل على أنه هناك شك في المسيحي؟ فإذا ممكن توضح لنا. القلق، الحيرة، الخوف، كل دي مرادفات لشيء واحد، وعاوز أقدم لك ثلاث تعريف واختاري واحد منهم. يعني التعريف الأول للقلق هو تعذيب النفس بأفكار محزنة وسلبية. نفسي بتتعذب بسبب أفكار جت ذهني ومش قادرة أتخلص منها وأصبحت بتعذبني، ممكن تصل للحد إنها تطير النوم من عيني. فده التعريف الأول. التعريف الثاني
القلق هو هزيمة لمعركة الذهن. خد بالك ان ذهن الانسان هو ارض المعركة. ابليس بيجي ويوجه سهامه لذهن الانسان، بيجي ويزرع افكار كتيرة جدا في ذهن الانسان. مطلوب مننا ان احنا نهدم كل ظنون وكل علو يرتفع دون معرفة المسيح، وان احنا نستأثر كل فكر الى طاعة المسيح. اذا في معركة في الذهن، اما ان تحسم هذه المعركة لصالح الشيطان وتبقى فيه هزيمة لمعركة الذهن فالإنسان بيمتلي بالقلق، إما أن تحسم هذه المعركة لحساب المسيح ويتهدم كل علو وكل أفكار إبليس تبطل فينعم الإنسان بالسلام. يبقى ده التعريف الثاني. التعريف الثالث، القلق هو إيمان. إيه رأيك؟ كيف؟ إيمان، تصديق. في غموض، في غموض مش جايه يعني. اوضحها لك. ابليس بيبعت لي رسائل كتير. بيبعت لذهني بصوره مباشره، يخلي حد يكلمني عن طريق التلفزيون، عن طريق الاخبار اللي جايه، بيوصل لي رساله. محو هذه الرساله ان انا ناوي اذيك، ناوي اذي ولادك، ناوي اذي جسدك، هجيب لك مرض. شايف فلان اللي عنده سرطان ده؟ هجيب لك سرطان زيه. شايف فلان اللي ابنه مات؟ انا هموت ابنك. افكار جايه من الشيطان. القلق هو ان انا بصدق ابليس، بصدق انه يقدر يؤذيني، بصدق انه هيقدر يكمل كلامه، بصدق انه كل فكره سلبيه جايه عليا هتحصل في حياتي، قال لي هاذيك فهيؤذيني، فانا مصدق. يبقى القلق تعريف من ثلاثه، هتختاري. إما إنه تعذيب النفس بأفكار سلبية، إما إنه هزيمة لمعركة الذهن، أو هو تصديق وإيمان بقدرة إبليس على أن يأذيني. هما يعني الثلاث تعاريف رائعة. الثلاثة كلهم. في ترك ولا لازم يعني نختار؟ زي ما أنت، لا يعني أنت عاوزة أي واحد فيهم. أنا الرب مخلي يعني على قلبي إنه هزيمة الذهن. لانه هي هاي اكثر الحروبات الابليس اللي حاربنا. نعم. فيها في اذهاننا. يعني كيف نستطيع انه نغلب بقى. نغلب. أمين. وكيف يكون عندنا هذا السلطان لانه يعني يكون في سيطره كامله على الذهن او الفكر. قبل ما اتكلم عن كيف نغلب، احب اقول يمكن بحكم ان انا طبيب. يس. ان القلق ده نوع من يعني من الامراض الانديميك. انديميك يعني اللي انتشرت، ومش في منطقة معينة لكن في كل العالم. حتى ان الكتاب بيوصف انه في متى 24 من صفات الايام الاخيرة، على الارض كرب امم بحيرة، الكل قلقان، الكل خايف. يا بخت الدكاترة النفسيين، اكتر ناس شغالين دلوقتي، لان القلق بيقود لامراض نفسية وبيدخل الانسان في حاجات كتير جدا. واكتر الادوية اللي بتتباع هي المهدئات، ناس كتير جدا بتاخد مهدئات. لسه امبارح سامع احد المذيعين المصريين بسبب الاحداث الصعبه في مصر بيقول ان البلد كلها بتاخد حاجه اسمها زاناكس، حاجه ضد القلق يعني. لكن النهارده عاوز اقول علاج القلق هو المسيح. مفيش علاج غير المسيح. مش ممكن هنحظى بالسلام، مش ممكن هنحظى براحه البال. انا بكلمك، هتفضل قلقان وهتفضل تعبان طول ما انت بعيد عن المسيح. لو المسيح مش موجود في حياتك هتفضل قلقان، حتى لو عندك فلوس كتير، حتى لو صحتك كويسه النهارده، حتى لو في امان حواليك، من جوه قلبك مش هيعرف الامان. انت محتاج للمسيح، لان المسيح هو علاج كل قلق. امين. امين. انت حضرتك يعني شي اللي لفت انتباهي انه قلت انه الذهن هو ارض المعركه. المعركه بالضبط. اوكي. اذا إبليس هاجمني بفكرة معينة، كيف أنا كمؤمنة كمسيحية أسمي نفسي، كيف راح أستطيع أنه أتغلب على هذه الفكرة؟ يعني إبليس في عنده أسلحة مختلفة بيهاجمنا فيها، هل أنا كمسيحية في عندي أسلحة أستطيع أنه أواجه فيها العدو؟ طبعا. لازم أول حاجة، أول ما إبليس يوجه سهامه ليا لازم أهدم الظنون. أقولها بتعبير بسيط. كان تشبيه قاله أحد القديسين، مش بتاعي يعني. تخيلي إنك وأنت قاعدة
جت عصفورة وحطت قشة، العصافير بتعمل أو أي طائر بيته عبارة عن عش. العش ده بيعمله إزاي؟ بيحط قشة وبعد كده يروح يجري يجيب قشة تاني، وبعد كده يجيب قشة تالتة ويجيب قشة رابعة. فتخيلي إن عصفورة جت وحطت قشة فوق راسي، وبعد كده طارت وحطت قشة تاني، وطارت وحطت قشة تاني، وعملت عش وقعدت وباضت. يعني الشيطان بيعمل كده بالظبط، بيجي بفكرة لو أنا ما طردتهاش بيروح يجيب لي فكرة تاني، لو لقيني مستسلم، لو لقيني كسلان بيحط أفكار ورا أفكار ورا أفكار ورا أفكار، لغاية لما أفاجأ إن الذهن أصبح مقيد وإن أنا مش قادر أتحرر من أفكار الخوف. إذن الحل إني دائما أنتهر الشيطان، دائما أرفض أفكار إبليس، كل فكرة تجيني من الشيطان أرفضها فورا. لازم أكون كمان عارف في الكتاب علشان أرد على الشيطان بالكتاب وأقول له مكتوب. النهاردة الحقيقة عاوز أقدم لأحباء المشاهدين كم من الآيات الكتابية اللي لازم نستخدمها في الرد على سهام إبليس. الرب يسوع في حربه في البرية الشيطان جاله، فكان بيرد عليه بإيه؟ مكتوب. مكتوب مكتوب فعلا. الإنسان اللي كلمة المسيح تسكن فيه بغنى، الإنسان اللي يعرف الكتاب المقدس كويس بيرفض أفكار الشيطان وفي نفس الوقت بيرد عليه بالمكتوب، بيكرر وعود ربنا، بيستخدم سيف الروح الذي هو كلمة الله. فلما بيستخدم سيف الروح الذي هو كلمة الله بيعرف يبارز الشيطان، بيعرف يحارب الشيطان، بيعرف ينتصر على الشيطان. آمين آمين آمين. يعني إبليس عندما يأتي ويحاربنا بأمور يعني شككنا في وعود الله، شككنا في حياتنا، يحمل أخبار سلبية، أخبار سيئة، هتفشلي، هتموتي، هيجيلك سرطان، عيالك هيموتوا، هيحصل خراب، هتفلسي، دايما هذه الأفكار السلبية اللي إبليس بيبعتها للناس. يعني كما تفضلت حضرتك وقلت أنه ليعذبنا، يعذب حياتنا، أنه نعيش، هو أكيد عنده هدف من هذا، هو هدفه مو أنه يسلب أشياء اللي عندنا إذا كانت ماديات أو إذا كان أولادنا، لكن هناك أكيد هدف لإبليس في عندنا قوة يريد يسلبها الإبليس. فيعني وين الهدف؟ يفقدنا سلامنا، يفقدنا فرحنا، إبليس يبقى مبسوط قوي قوي وهو شايفنا بنتعذب. إذا المسيحي يفقد الفرح ويفقد السلام يبقى فقد قوته. أوكي. فرح الرب هو قوتكم. قوتكم. الإنسان المسيحي لما يفقد فرحه بيفقد قوته، ولما يفقد سلامه بيفقد إيمانه. دايما المسيح كان بيعاتب تلاميذه، لماذا شككتم يا قليل الإيمان؟ لما يبقوا قلقانين، لما يبقوا خايفين، كان دايما يربط بين الخوف وعدم الإيمان. الخوف عبارة عن عدم إيمان بوعود ربنا، وفي نفس الوقت تصديق لكلام الشيطان. الشيطان بيقول هأذيك والمسيح بيقول هحميك، الشيطان بيقول هفتك بيك والمسيح بيقول اللي انت في إيدي واللي في إيدي محدش يقدر ياخدهم من إيدي. أنا مصدق مين؟ أنا مصدق الشيطان ولا أنا مصدق المسيح؟ يعني فعلا كلام رائع، وأنا أدعو مشاهدينا هذه الليلة أنه يشاركونا في هذا الحوار الرائع. فعلا إبليس هو يريد أنه يعذبنا، يريد أنه يسلب فرحنا كما قال خادم الرب، يريد أنه يسلب سلامنا، لأنه عندما نفقد سلامنا ونفقد فرحنا رح نفقد هذه القوة بالرب اللي الرب انطانا أنه نتمتع بها. يعني اليوم الرب أكيد يكلم ناس كثيرين، يكلم أولاد كثيرين. الرب يقول افرحوا بالرب وأقول لكم افرحوا، تمسكوا بهذا الفرح، تمسكوا بهذا السلام. أكيد الخادم الرب أيضا راح يشاركنا بأمور رائعة. يعني كمسيحيين أكيد في هناك يعني شروط أو وعود من الرب راح يكون لنا سلطان أنه أنا ما أفقد فرحي أو سلامي. فحابين أنه نسمع منك. أنا أحب أقول حاجة، أني ساعات أي حد بيشعر بالخوف فيكلم حد تاني فيقول له ما تخافش. طيب بقى أي أمارة، ما خافش ليه؟ يعني صح. ليه ما خافش؟ المسيح كان بيقول للناس لا تخافوا، بس دايما كان بيربط لا تخافوا بكلمة تانية، عارفة ايه هي؟
اتكررت مرات عديدة في الكتاب، أنا هو. أنا هو هي دي الأمارة، ما تخافوش لأني أنا هو. مش عاوز يعني أتدخل وأقول كلام لاهوتي، على فكرة أنا هو دي كلمة في غاية الأهمية. يعني أحبائنا غير المسيحيين بيقولوا لنا فين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ في كل مرة المسيح قال فيها أنا هو قال أنا الله فاعبدوني، بس باللغة اللي اليهود يفهموه. زي بالظبط لو أنت بتفهم إنجليزي أقول لك I am the Lord، اللي بيفهم عربي اللي بيتكلم عربي مش هيفهم يعني I am the Lord، لكن اللي بيفهم إنجليش فهم I am the Lord يعني أنا الرب، I am God أنا الله. فأنا هو بالنسبة لليهودي يعني ربنا بيقول لهم أنا الله، لأن هنا كلمة هو يعني يهوى، الاسم اللي عرفه لموسى يهوى، أنا يهوى، أنا الله القدير، أنا جهوفا جايرا. فكان أي يهودي يسمع كلمة أنا هو يفهم إن المسيح بيقول إيه؟ أنا الله. فلما كان بيقول لتلاميذه ما تخافوش كان بيقول لهم أنا هو، أنا الله، ما تخافوش. أي حاجة ما تخافوش. ليه ما نخافش؟ لأني أنا هو، أنا يهوى القدير، أنا الإله القادر على كل شيء، أنا اللي هحميكم يا رب أي أمارة، ما يمكن كل اللي حوالينا ده يأذينا، فيجي يقول لنا أنا الله، أنا الله اللي بحميكم فما تخافوش. أمين أمين، لإلهنا كل المجد. يعني الآن ممكن مشاهد يسأل سؤال، يقول يعني الخادم الرب ده يتكلم لكن ما يعرف أنا ظروفي كيف اللي ده أمر بيها، ظروفي صعبة، مضغوط، في يعني محبط، أنا فشلان، كل اللي من حولي إذا كان عائلتي، أولادي، أقربائي، كلهم بعيدين عني، كلهم يعني مفشليني، كلهم محبطين معنوياتي. فيعني أنت ده تحكي كأنه بالنسبة له كأنه جبل، صعب أنه ينتقل هذا الجبل. أنا بقدم العلاج هو المسيح، أطلب المسيح، قرب من المسيح، أطلب النهاردة أن المسيح يدخل حياتك ويقرب منك وشوف إيه اللي هيحصل. أنا مش بقول كلام نظري، أنا مش جاي عشان أوعظ ولا أقول نظريات، لكن أنا بقول شفته في حياة آلاف الأشخاص. أنا خدمت الرب، أشكر الرب، في بلاد كتيرة في العالم وخدمت آلاف الأشخاص وصليت مع آلاف الأشخاص وشفته قدام عيني المسيح بيعمل إيه. أمين. واللي شفته قدام عيني بيعمله مع الناس يقدر يعمله معاك. أمين. أياً كنت، أياً كانت حالتك، أياً كان سبب خوفك، أياً كان سبب قلقك، أطلب الرب. أنا بحط الآية دي قدام عينيك النهاردة، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره وليتوب الى الرب. النهارده قدم توبه وادعي الرب من كل قلبك، هتلقى الرب قريب منك. اختي الغاليه، انا عاوز اسالك، انت امال تساليني ساعات طويله. اتفضل. ايه اسباب الخوف؟ ايه اسباب القلق؟ الناس بتقلق من ايه او بتخاف من ايه؟ في يعني احنا في العالم اللي نعيش فيه، في يعني في كل وين ما تنظر الاحداث واللي يجري في العالم كلها توحي الى الخوف وتوحي الى يعني الناس خايفه من ايه؟ خايفه تموت، خايفه تموت، وخايفه من المرض، وخايفه من الموت، خايفه من المرض، من الحروب، خايفه من الاقتصاد، الماديات، الفقر. يعني كثيره هي المفشلات في يعني الحياة. هم بس الاربعه دول بس؟ فيش حاجه لا تاني؟ لا في كثيره. طب قولي، افتكري معايا. خايفين مثلا انه اولادهم ليتوهم في هذا العالم، واغلب العوائل اليوم اللي احنا عايشين في ميشيغان كثيرين يخافون على اولادهم بسبب قساوه الحياه، بسبب مغريات الحياه لاولادنا والشباب. يعني نشوفهم يكبرون بينصدمون بالعالم الخارج، حتى وان كانوا مسيحيين معلميهم ومربيهم على الحياه المسيحيه يعني. لكن الهاي سكول والكليات ايضا بيخافوا عليهم. وايضا يعني اختلاطنا بالعالم الخارجي ايضا بيسبب الخوف، انه لا اصطدم بشخص انه ما يفهمني، او اكون انا مندفع ان اتصرف بتصرف غير لائق، يعني امور كثيره. كل ده المسيح هو العلاج. طب بصي، خليني اجمعهم معاك. انا حاطط 12 سبب قدامي. يس. واتمنى المشاهدين يضيفوا لينا، تليفوناتنا مفتوحه. يمين. لو في اسباب تانية غير ال 12 سبب يقولوا لنا. الناس
أول حاجة بتخاف منها بتخاف من الناس، من أذية الناس. تعبير بسمعه كتير، الناس وحشة، الناس بتأذي. تاني سبب للخوف الجوع، لا أجوع. تالت سبب للخوف العوز والاحتياج. في الاقتصاد التعبان، في الريسيشن اللي حاصل، لإلا أعوز، لإما يحصل لي ما أقدرش أدفع الفواتير اللي عليا، فأنا خايف من العوز والاحتياج. رابع سبب الناس بتخاف منه المرض. يعني أنا خايف أمرض، أنا بشوف ناس بتمرض وبتتألم، فأنا خايف يجيني نفس المرض يعني. وفي ناس خايفين من الأمراض اللي جوه لوالديهم، هو فاكر إن والده قبل ما يموت جاله أمراض صعبة وتعذب، فهو خايف المرض ده يجيله. خامس سبب الموت. الموت. سادس سبب الهلاك الأبدي. أنا خايف أموت، ومش أموت وبس، لكن أروح جهنم. حقيقة سادس سبب ده أنا حاسس إنه سبب في منتهى الأهمية، وهو الشعور بالذنب. أنا عملت خطية وشاعر بالذنب، فخايف من ربنا، ربنا هينتقم مني، أنا مش قادر أسامح نفسي. أنا طالما عملت الخطية دي ربنا هيجي وقت كده ويروح زنقني الزنقة اللي هي، ويروح يعني ياخد حقه مني. في ناس كتير خايفين من ربنا. سبب تاني التوهان، خايفة توه، وزي ما كنت بتقولي خايف ولادي يتوهوا. سبب تاني خايف من كوارث المستقبل. عبارة يقولوها يكفيك شر الغيب، يعني ايه اللي هيحصل في المستقبل، الواحد طالع مش عارف ايه اللي هيجراله، ممكن تحصل كارثة مفاجئة. سبب تاني في ناس بتخاف من التقدم في العمر، وبالذات الأخوات، يعني الأخوات دايما يخافوا من دي، يخافوا من التقدم في العمر، قلقانين طب ايه اللي هيحصل لما نكبر، ايه اللي هيحصل، الدنيا هتمشي ازاي. في سبب تاني للخوف العتمة، في ناس بتخاف من العتمة. وآخر سبب هقوله الشيطان، أنا خايف الشيطان يأذيني، أنا مصدق إن الشيطان يقدر يأذيني، وأنا مصدق إن الشيطان ممكن في أي وقت يعني يخبطني على دماغي خبطة ما أقدرش أقول. أنا قلت 12 سبب، وبقول إن الحل هو المسيح، فاخدهم سبب سبب. بس لو في أسباب تانية من فضلك قولي لي، وهقول لك برضو الحل هو المسيح. برضو أحبائنا اللي بيشوفونا، لو في أي حاجة تانية مخوفاك غير الأسباب دي كلمنا، وهقول لك برضو الحل هو المسيح، مفيش حل للخوف غير المسيح. النهاردة الشعار اللي رافعينه وبنحمله كلمات المسيح، أنا هو، أنا يهوى، أنا الإله القدير، أنا الإله القادر على كل شيء، أنا هو، لا تخاف. أمين، لإلهنا كل المجد. فعلا شعارنا اليوم هو شعار جديد، وهو كيف نتغلب على القلق. إذا كان هناك شخص يعاني من تعب، من ألم، من مرض، اليوم الرب يتكلم معه في هذه الليلة بالذات، الرب يتكلم معك، الرب يقول لك أنا إله حي، أنا إله موجود. فأرجوك أنه تآمن إيمان وثقة كاملة بهذا الإله الحي. هاي الليلة الرب يريد يشفيك، الرب يريد يشفي جروحك، الرب يريد ينطيك حياة أبدية إذا أنت كنت بعيد عنه، ما زلت بعيد في البرية. أرجوك لا تتردد أنه تتصل، وخادم الرب أنه يصلي معك. أرجوك، هذه رسالة من الرب، إعلان من الرب، صوت الرب، الآرامية هي صوت الرب، فلا تتردد أنه تتصل معنا. الرقم موجود على الشاشة، فأهلا وسهلا بكل من يتصل ويانا اللي يشعر الآن بأي إحباط، بأي فشل أيضا، أو عنده مشكلة يعاني منها سنين طويلة، الرب اليوم راح يحرره، فلا تتردد، احنا ندعوك ونناجدك انه تتصل. حضرتك دكتور اتطرقت الى هال 12 سبب، وانا ناخذهم واحدة واحدة، ورح ناخذهم واحدة واحدة. الاول اللي كان هو عن الناس، اني خايف من الناس، اذية الناس. فيعني خايف الناس مؤذيين، انا واخد انطباع عن ان الناس بتأذي، سمعت والدي وبيقولوا كده، شفت ناس اذونا، طلع الانطباع ده جواي. وعلى فكرة
كتير من الآباء بيزرعوا هذا الانطباع جوه أولادهم، وده حاجة في منتهى الخطورة. الناس أشرار، الناس بيأذوا. طبعا مش كل الناس، في ناس بيأذوا، لكن في ناس ملك للمسيح بيقدموا كل محبة. تعالوا شوف الكتاب بيقول إيه. يقول الكتاب في أشعياء أنا هو، ما احنا قلنا العلاج هو إيه؟ العلاج هو أنا الرب، أنا هو، أنا هو معزيكم. من أنت، من أنت حتى تخافي من إنسان يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب؟ دي أشعياء 51 عدد 12. ربنا بيقول لك أنا هو، أنا هو اللي بعزيك، أنا هو المسؤول عنك، أنا هو اللي هدافع عنك. إزاي تخاف من إنسان بيموت ومن ابن إنسان اللي بيعمل زي العشب، هينشف ويجف وييبس ويسقط؟ المسيح يقول في لوقا 12 عدد 4: ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. ما تخافوش اللي بيقتلوا الجسد، وما يقدروش يعملوا أكثر من كده، ما يقدروش يأذوا أرواحكم، ما يقدروش يمنعوا أن بعد ما يقتلوكم أنكم تيجوا تكونوا معايا في السماء، أنكم تكونوا معايا في الفردوس. فلا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. ويقول كده في سفر التثنية، لا يقف، تثنية 11:25: لا يقف إنسان في وجهكم، الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم. وفي يشوع 1:5: لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. النهاردة ربنا بيقول لك كده، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. تخيلي أن الآيات دي كلها في جعبتنا، حافظها في قلبي، ويجي الشيطان يحط إنسان ويخوفني منه، يجي الروح القدس جوايا يقول لي كده، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. أمين لإلهنا كله. يقول لك أنا هكون معاك، لا أهملك ولا أتركك. يا ترى أنت مصدق إيه؟ مصدق أن إبليس ممكن يأذيك، ولا مصدق أن ربنا معاك كل أيام حياتك، وأنه لا يقف إنسان في وجهك كل أيام الحياة، لن يهملك ولن يتركك. شعرة واحدة من رأسك لا تسقط إلا بإذنه. آمين لإلهنا كل المجد. فعلا كما تطرقت حضرتك في بداية الحلقة عندما قلت أنه عندما يسلب إبليس فرحنا رح يسلب قوتنا. نعم. لكن إحنا في هذه الليلة ندعو مشاهدينا أنه نتسلح بقوة الله، نتسلح بسلاح الله. موضوع رائع ودسم في هذه الليلة، ندعوكم أن تشاركونا في هذا اللقاء، ولكن سنعود معكم بعد لحظات، فابقوا معنا. ابيض احمر بطنه
عسل كله علاج. كل الدنيا يا خي وعدنا هم، ربك شايف الحاجة وفيك بيتم. أهلا بكم أحبائنا مرة ثانية في هذه الأمسية الرائعة، حضور الرب وحضور روح القدس معنا في هذه الليلة. الرب سيعمل عجائب ومعجزات في هذه الليلة، في أشخاص كثيرين هذه الليلة رح يتحررون، في أشخاص كثيرين رح تتغير مجرى حياتهم. نشكر الرب، نشكر الرب في هذه الليلة من أجل فعلا أنه ينطينا ويغذينا بكلمته من خلال الخدام اللي يرسلهم لنا في الآرامية. نشكر الرب في هذه الليلة من أجل الخادم الرب. كنا دا نتكلم عن موضوع رائع، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة كيف نتغلب على القلق. نعم. وهي في عدة نقاط راح نتطرق عليها هذه الليلة. نعم. وإحنا في النقطة الأولى وهي من الناس. عن الناس. عن أذية الناس. كيف الآن أنت تكلمت عن هذه أذية الناس، لكن الآن كيف أنا إذا في حد يأذيني وكيف أستطيع أنه أتحرر من هذه الأذية؟ نعم. كيف أستطيع أنه أفك هذه القيود وهذه السلاسل؟ بحاجتين، بالصلاة أقرب بالمسيح وصلي. نمرة اثنين، أخذ كل الوعود الكتابية كلمة الله وأرد على إبليس بيها. أنا الحقيقة يعني اتكلمت عن خمس وعود ولسه عاوز أتكلم تاني، وأتمنى أن المشاهد يسجل الشواهد دي ويجيب ورقة ويكتبها ويحطها قدامه. يعني أي حد خايف من حاجة، الشواهد اللي أنا بقراها دي تتسجل وتتكتب في ورقة وتتعلق على المراية. وكل ما الشيطان يخوفك بص على الآيات، بص على الوعود، قول لإبليس أنت كذاب، قول له أنا مش مصدقك، أنا مصدق إله الحي اللي معايا. شوف وعود إيه تاني. تثنية 31:6، ربنا بيكلم شعبه، والحقيقة حواليهم أعداء عماليق، حواليهم أعداء في منتهى الصعوبة، أقوى منهم بكتير جدا، لكن ربنا بيقول لشعبه ما تخافوش، مش بالقوة ولا بالقدرة، أنا معاكم. شوفوا في تثنية 31:6 يقول كده، تشددوا وتشجعوا لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك لا يهملك ولا يتركك. ما تخافوش منهم، أنا معاكم. السر مش فيكم لكن السر فيا أنا، أنا المسؤول عن حمايتكم. ربنا قد كلمته ولا لا؟ أمين. يقدر ولا ما يقدرش؟ أمين. مهما كان الأعداء أشداء، مهما كانوا قساة، ربنا يقول لي أنا معاك، ما تخافش منهم. أنا ربنا مش هيغرقنا. ربنا لما نزل شعبه في البحر الأحمر ما كانش عاوز يغرقه، لكن عاوز يوريه مجده، شق ليهم في البحر طريق. وعد تاني يشوع 1:9، يشوع يقول له، ربنا يقول لي يشوع كده وبيقول لك أنت كمان، أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب. ليه يا رب؟ إيه الأمارة؟ إيه اللي يخليني أعمل كل ده؟ ده أنا خايف لأني عدوي أقوى مني. أمين. لأن الرب إلهك معك حيثما مش هيسيبك. أمين. مش هيسيبك. أمين. مفيش مكان هتروحه هيسيبك فيه، لن يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. أقول وعود تاني كمان؟ أمين يا ريت. تثنية 20:3، ويقول لهم اسمع يا إسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم، لا تضعف قلوبكم، لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم. أرمية 1:17، أما أنت فنطق حقويق وقم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتاع من وجوههم. ربنا مش عاوزنا نخاف من الناس. أمين. ربنا عاوزنا نثق إنه هو معانا وهو أمين. يحارب عنا ونحن صامتين. طب دول ناس مؤذيين، هيأذونا في شغلنا، هيأذونا في أكل عيشنا، هيأذونا، الله يدافع عنكم. أمين. وأنتم تصمتون. آمين. فعلا وعود رائعة دكتور إكرام. أمين. يعني وعد عزاني جدا أنا شخصيا، أما أمرتك تشدد وتشجع. أمين. أنا الرب إلهك أينما حيثما تذهب. أمين. وعود الرب إلى عظيمة. يعني أنت الآن أنا متأكدة أنت حطمت جزء من مملكة إبليس. أمين. في هذه الأمسية يسوع. وأنا إبليس كذاب، كذاب، إبليس كذاب، إبليس كذاب. أمين. أمين. يعني الرب يبارك. عاوز أقول لك حاجة. يس. بعلم من خلالها إن إبليس كذاب. أنا تعرفت على الرب من وقت طويل قوي،
وبعد ما تعرفت على الرب، كنت قبل ما اعرف الرب بعيد جدا ودقت جمال الرب، جه ابليس وقال لي هرجعك تاني، هرجعك للعالم تاني، هرجعك للخطيه تاني. ده زعلني ان انا صدقته. قال لي ما تفرحش قوي، هي كده كام شهر كده وهترجع. يا مناس صلوا وجوا وحصلت صحوه روحيه في حياتهم ورجعوا. ربنا قال لي ما تخافش، هو كذاب، انا المسؤول عنك. امين. الكلام ده ليه اكتر من 30 سنه، والنهارده بعلن على الملأ لكل اللي بيسمعوني، امين، ابليس كذاب، ما قدرش. المسيح كتاب صادق، قال لي احفظك وحفظني. أمين. وهيحفظني. أمين. إذا تسمح لي أنا حابة أنه أدعو أيضا مشاهدينا اليوم هذيلا دكتور أكرام، فعلا أنا بروحي أشعر أنه حطم جزء من مملكة إبليس. كم واحد اليوم راح يشاركنا في هذا في هذه الحلقة، وأيضا هو يشارك في هزم إبليس من حياته، ويبارك الآخرين من خلال اتصاله ويهزم مملكة إبليس. أنا أشجع كل شخص الآن أنه يتصل ويشاركنا في هذا الموضوع. أمين. يعني كلام رائع وكلام فعلا معزي. نعم. إلنا كمسيحيين أنه إلنا إله حي وإلنا سلطان أيضا في المسيح. نعم. يسوع. نعم. النقطة الثانية اللي هي العوز وال العوز والاحتياج. تعالوا شوف المسيح قال ايه. المسيح قال في يوحنا 10:11 انا هو ايه؟ الراعي الصالح. فاكره مزمور الراعي؟ بيقول ايه مزمور الراعي؟ الرب راعي فلا يعوزني شيء. فربنا عاوز يقول لي انا اللي برعاك. امين. فطالما الرب راعي يبقى ايه؟ يبقى لا يعوزني شيء. في مراع خضر يربطني والى مياه الراحه يوردني. إذن علاج الخوف من العوزة، ابص على الراعي بتاعي واسمعه بيقول لي انا هو الراعي الصالح، انا اسف يا رب. طالما انت الراعي يبقى انت المسؤول عني، طالما انت راعي الخراف يبقى انت المسؤول انك تملا وتسدد كل احتياجاتي بحسب غناك في المجد. طيب دكتور، هل تتفق معي في انه كثير من المسيحيين خصوصا في الظروف الصعبة، الظروف الاقتصادية، يعانون من تعب نفسي من لانه الظروف صعبة، الظروف الاقتصادية، هل احنا كمسيحيين اليوم، هل في اقتصاد الله اذا كنت انا اعيش واتكل على نعمة الرب مسموح لي انه اخاف من العوز او الاحتياج؟ الوعد الالهي بيقول في أزمنة السوء لا يغزون وفي أوقات الجوع يشبعون. أقاطعك، لكن في مؤمنين كثيرين مش مصدقين كلامه لأنه ما مصدقين، فهم يعانون من العوز. بالضبط كده. ما هو بصي، كل عطية أنا باخدها بالإيمان، كل بركة أنا باخدها بالإيمان، عدم إيماني يحرمني من التمتع بالعطية. زي بالضبط أنا معايا شيك، الشيك ده ب$10 مليون، أنا مش مصدق الشيء ده. أمين. حقيقي ولا مش حقيقي. أمين. أنت اليوم راح تكسر قيود كثيرة. دكتور خلينا ناخذ اتصالات ونعود. أمين. أمين. أنا يعني فعلا متعزاية في هذا الكلام. أمين. وشاعرة حضور الرب بشكل غير عادي. مصدقة أن الشيك ليه رصيد؟ أمين. مصدقة؟ 100%. هتاخديه وتصرفيه؟ أمين. 100%. من البنك؟ عارفة فين البنك؟ السماوي. عرش النعم. أمين. 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 في معاكي نفس الشيك برضو؟ نفس الشيء. أمين. معنا اتصال من الأخ أكرم عزو. أهلا وسهلا بك أخ أكرم، شاركنا في هذا الموضوع. أخ أكرم. نعم. نحب أنه تشاركنا في هذا الموضوع. هو هالموضوع راح أشارك. أمين. بخاخ إبليس مثل ما ذكرته. فتحياتي إلى الأخ أكرم، دكتور أكرام، وإليك يا أخت. ربنا يباركك يا أخ أكرم. طبعا إحنا الرب عندنا يعني مزمور 91 يوضح كل الاشياء تقريبا اللي انذكرت، مع هذا اضيف خروج 15:3 يقول لان الرب رجل الحرب، خروج 15:3. نعم. لانه يفضح امام عيوننا اساليب عدونا الماكر، وطبعا نشوفه من خلال مزمور 91، نشوف 12 اسلوب للعدو هذا. أول شيء عند الفخاخ، طبعا مثل الصياد يخلي فخاخ
يبين لها حبة صغيرة ويخدع الطير وبعدين يقترب منها ويلتقطها. الشيء الثاني الوباء الخطر، وهالوباء أمراض العصر اللي حاليا نحن بيها. نعم. من خطر بالكلمات، خطر بالسرسرة، حتى بالتقليد الأعمى اللي دي يصير حاليا. نعم. نقطة ثالثة خوف الليل، مثل ما تفضلتوا الظلام والليل، لكن المؤمن الحقيقي يعرف أنه هو من أبناء النور. آمين. بعدين يخاف من المستقبل والمجهول، والمؤمن ما يهتم بالغد، خلي الغد يهتم بنفسه. بعدين النقطة الأخيرة ذكرت الموت، وطبعا هذا فشي يعني إحنا ما المؤمنين يعني ما نؤمن به، لأنه يقول وإن نقر بيت خيمته الأرضي فله في السنوات في السماوات بناء من الله. بعدين أكو يقول لك سهم يطير في النهار، طب طبعا ما تبقى وقات ما تعد، يعني ما تجي المخاوف بالليل. نعم. يوجه العدو شوكت بالنهار، لكن المؤمن الحقيقي يعرف الطريق للسلاح الكامل ويلبسه، يلبس خوف الخلاص، يلبس ترس الإيمان في صدره، يصد هجومه برع البر، يلبس أحذية استعداد لإنجيل السلام. بالنسبة للترس الرب بالنسبة له ترس ومجن، مجن. وبعدين الرب مجن فإنه يعني يتمرطق بمنطق الحق، ولو بعدين عنده سلاح الروح على فضله، وبعدين يعرف العدو في الصلاة ويستجيب إليه. نقطة الآخرة أكو هلاك يفسد في الظهيرة، نشوف واي ناس يروحون على حروب، وخاصة نسمع واي حروب بالشرق الأوسط، وشوف يشتركون بالحروب. أمين. وشوف قسم منهم ينجون يعني، ويسقط قدامه ألف من جانبه وربواب عن يمينه، لكن هو نهائيا ما يجيش. أمين. نقطة أخرى يصادف الناس من حولنا الشر، صوت شلون، لكن احنا في ستر علي مستورين مع الرب. هللويا هللويا هللويا. وبعدين إن ولا تدنو ضربة من خيمتك. نعم. اختفت كل خيام الآخرين حولنا. نعم. في مزالق وسقطوا إلى البوار، أما احنا حاليا متيقظين. أمين. وما عندنا شيء. وبعدين نقطة أخرى أكو أحجار طريقنا، طرقنا وايا خايفين من أحجار. نعم. والأحجار هذه نشوفها بالطرق، وأكو لازم يكون نعلم كلتنا ليس ملاك بل ملائكة أخذوا توصية من ربنا يسوع المسيح له كل المجد. أمين. احنا ما نشوفهم لكن يحيطون بنا ومنحز بيهم، لكن يرفعونا فوق أحجار الحياة. أمين. وبعدين أمين. الأسد والشبل، نعم إبليس خصمنا يجول كالأسد زائر ملتمسا لن يبلعه. نعم. بطرس الأولى 5:8. وأخيرا الصل والشعبان، طبعا إبليس هو عدونا. نعم. اللي يأخذ هالأسلوب واللي أخذه مع أمنا حواء، فظهر كحية أحيا من جميع الحيوانات البرية. لذا أقول لنا الوعود إننا بمعونة الرب يسوع عليه نطا على الجميع وله كل المجد. آمين. آمين. وأشكركم يا أخونا الدكتور والأخت رواح. ربنا يباركك يا أخي أكرم، ربنا يباركك. أشكرك أخ أكرم، فعلا اتطرقت إلى نقاط جدا رائعة كانت عن أسلحة الجندي في جيش الله. أنا راح أطلب بعدين من الأخ دكتور إكرام إذا كان لدينا بعض الوقت أن نتطرق إلى بعض من هذه الأسلحة، لأنه فعلا رب يخلي يعني خلى على قلوبنا هذه الليلة هناك أناس الرب يدعوهم هذه الليلة. واضح النهاردة ربنا عاوز يطمن كل نفس الآن. أمين. عاوز لهم أنا هو. أمين. أنا إلهك. أمين. الرب يريد يظهر أنا نفسه. إلهك. أمين. أنا إلهك. أمين. أمين. هو إلهنا. أمين. وهو راعينا. أمين. وهو أبونا، وإحنا ننطيه كل هو المجد. المسؤول عننا. أمين. هو الهيحامي عننا. أمين. أمين. أكيد. معنا اتصال ثاني. أمين. من الأخت دولة، تفضلي. أهلا أهلا، إزيك؟ نشكر الرب يسوع، وانت كيفك؟ ازيك دكتور إكرام؟ اخت دولة كاليفورنيا، اهلا بيك. ايوه ازيك. ازيك يا اخت دولة، اشوفك من امبارح قدام التلفزيون واشوف الكلمات النعمة الخارجة من فمك، وانا بفرح لما بسمع صوتك.
لان الاخت دولت اخت مصليه. امين. اخت مصليه. الرب اليومين امين. بالنسبه للغير مؤمن، لكن بالنسبه لنا بنحاول وبنجاهد نعد طريق الرب، لان الرب على الابواب. امين. انا بقول لكل الناس المسيح قريب جدا 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 مننا ومن مجيئه. استعدوا، اعدوا الطريق، اتكلموا، ارشدوا، اعملوا، بشروا. أمين. الرب قرب على الأبواب. ربنا يباركك دكتور إكرام. أخت دولت أشوفك. أمين. أخت دولت عندي طلب منك، أنت مش بتتصلي صدفة، في ناس قلقانة وتعبانة بتسمعنا دلوقتي، من فضلك هتصلي لنا دلوقتي على الهوا إن ربنا يلمس كل إنسان قلقان، كل إنسان خايف، ويتعامل معاه النهاردة. فمن فضلك أمين. أمين. صلي من أجل كل نفس خايفة دلوقتي على الهوا. شكرا. أمين. ليك. أمين. اتفضل. يا رب يسوع انا بشكرك، بعظمك، بباركك من كل قلبي من اجل محبتك ورعايتك وعنايتك وجودك ومراحمك الكثيره لينا في كل صباح جديد. يا رب بنشكرك، بنقدم ليك السجود اللائق ليك يا رب. بنشكرك لان نصرتنا فيك حقيقيه مش كلام يا رب. بنشكرك لانك غافر ذنوبنا يا رب. بنشكرك لانك اله عظيم، اله أمانة لا جور فيك البتة. أنا بعظمك، أنا بباركك في أولادك الأمناء اللي بيقدموا كلمة الحياة لكل شخص. أنا بقول لك يا رب النهاردة بحط بين إيديك كل شخص خايف، كل شخص متردد، كل شخص بعيد. يا رب المس القلوب، يا رب حرك القلوب دي يا رب عشان تصحى من النوم من الغفلة. يا رب أنت قربت تيجي. يا رب كل العلامات بتقول إن مجيئك قرب على الأبواب. ادينا نسهر ونستعد لمجيئك القريب يا رب. ادينا نتسلح بالإيمان، ادينا نصدق وعودك الصادقة والأمينة. تبقى أمين ولا تقدر أن تنكر ذاتك. مبارك اسمك يا رب. هللويا، ما أعظم يسوع. هللويا، ما أحلى يسوع. هللويا، ما أبهاك، ما أشهاك، ما أرواك يا رب. يا رب بنشكرك من أجل محبتك لينا. بنشكرك من أجل إيدك وبصماتك يا رب. أنا دلوقتي بأمرك بحق الوعود اللي وعدتنا بيها، إنك معانا، إنك أمس واليوم وليل الأبد. اخرج ذراعك القوية المعتزة بالقوة، واطلع يا رب واعلن ذاتك، اعلن شخصك. آمين. آمين. لكل شخص باسم يسوع. لكل شخص خايف، لكل شخص متردد، لكل مريض يا رب المس الاجساد، حرر النفوس، حمد كل مشورات ابليس يا رب. يا رب مبارك اسمك، تسمع وتستجيب. لا مثل لك بين الالهه ولا مثل اعمالك. مبارك اسمك، قدوس اسمك. بشكرك، بشكرك لانك سامع الصلاه واليك ياتي كل بشر. حقق وعودك، حقق قصدك يا رب. منتظرينك، منتظروك، لن يخزو أبداً يا رب. أبداً. منتظرينك تأتي على السحاب وتأخذ كنيستك وتفرح وتتمتع بيك. بس نفسنا كلنا نبقى معاك يا رب. ولا واحد يفلت من المجموعة، ولا واحد يتأخر. حس القلوب، صح النايمين، انعش النفوس، اشفي مرضى وعزي وطيب كل خاطر. انا بشكرك يا رب من اجل الفرصة الحلوة دي. بشكرك من اجل خادمك الامين الدكتور اكرام. يا رب اكرمه يا رب، حقق قصدك في حياته. أمين. يا رب ارسله للكثيرين يا رب. أمين. يا رب امسح شفتيه بجمره من على المسبح. مبارك اسمك، بارك الاراميه، بارك كل خدماته، كل خدامه، كل العاملين فيها. سدد كل الاحتياجات يا رب، لانك اله غني. مبارك اسمك الى الابد. بشكرك لانك سمعت واستجبت. لك كل الكرامه والمجد من الان والى الابد. امين. امين. أنا بشكرك دكتور إكرام من أجل الفرصة دي. مبارك اسم الرب. أنا مش هشكرك يا أخت دولت، لكن هشكر الرب من أجلك. شكراً. أنا واثق إن خلال صلاتك ربنا عالج نفوس كتير. أمين. أنا كنت حاسس إن صلاتك هتزلزل وتهز هللويا كيان وناس كتير. ربنا يباركك ويحفظك. شكرا. شكرا دكتور إكرام. خلينا نشوفك يوم الحد باذن الله اذا عندك وقت. بنعمة الرب، بنعمة المسيح ان شاء الله. ربنا يبارككم ويبارك الارامية ويبارك اختي. انا ما عارفة اسمها ايه، لكن ربنا يباركك يا اختي ويبارك لكم في كل عملكم. امين.
ثانك يو اخت دولة. انا اسمي اخت رواء. انا تعزيت رواء. كثير كثير بصلاتك. أهلا فعلا بيكي. شعرت روح الرب بقوة في حياتك ومعاكي، وفعلا الرب باركنا بهذه الصلاة. وانتي شجعتي شكرا. اذا في اخوة واخوات يحبون يصلون على الهواء امين امين. لكن اشكرك. انا بقول لكل الناس الارامية الساعة 12 بالليل بتجيب خدمات القسيس لطيف، كل الخدمات الحلوة بتاعت يوم الأحد بتيجي في على الأرامية الساعة 12 بالليل، وتيجي تاني يوم الصبح الساعة 7:30. أنا بباشرها وبكتبها للأسيس، بعمل عليها نوتس عشان الناس كلها تسمع وتشوف مجد الرب وتشوف عظمة الرب في خدام والأمناء، وتبارك الأسيس لطيف في كل خدماته. آمين آمين. نشكر الرب من أجل خدمتك أيضا، خدمة رائعة فعلا. الرب يستخدمك من مجد إلى مجد ومن بركة إلى بركة أخت دولة. نعم. وثانك يو من أجل اتصالك. ومعايا اتصال آخر من الأخت أم سرمد. تفضلي أخت أم سرمد. سلام المسيح معاكم. وسلام المسيح اليوم معاك. الرب اليوم نشكر الرب اللي نطعنا أن نشترك مرتين. آمين أخت أم سرمد. أنت أم أنت أخت مباركة. الرب يبارككم يستخدمكم المجد اسمك اسم يسوع. آمين. أنا أسا قبل شوية جيت من الكنيسة ما أعرف اسم العنوان مال التأمل مالتكم مش كان. التأمل مالتنا لهذه الحلقة الجزء الثاني هي كيف نتغلب على القلق. كيف نتغلب على القلق؟ على القلق، يس. نعم. وإذا تحبين نعم. طبعاً نعم. أخت أم سرمد أخت مباركة. مشكرة. امرأة نعم. فعلاً عظيمة. مشكرة. وامرأة نعم. صلاة. طيب. فإحنا إيه رأيك تصلي لنا يا أخت أم سرمد دلوقتي على الهواء؟ آمين من إحنا هنحوله البرنامج صلاة، معلش. أنا دايماً برتبط ببرامج الصلاة. هللويا. أخت أم سرمد عاوزينك تصلي من أجل كل نفس قلقانة، كل آمين. نفس خايفة. ان ربنا يديها سلام النهارده. آمين. النهارده ربنا يجي يحرر كل نفس مقيده للخوف. امين. صلي لنا يا اخت ام سرمد. امين. مجد للرب، مجد للرب. ربنا والهنا وسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، اتين امام قدميك يا رب، مقبلين قدميك سيدي في هذا المساء، لاننا راحتنا عند قدميك ايها الاب السماوي، ان تتمجد ويتعظم شخصك انت، ونسجد يا رب لأنك تستحق السجود والعبادة أيها الآب السماوي، لأنك أنت إله عظيم لا مثيل لك بين الآلهة. ما أروعك وما أمجدك وما أطيبك وما أحنك من إله سيدي، حلقك حلاوة وكلك مشتهيات سيدي، لأننا يا رب واثقين بشخصك القدوس ومتكلين عليك بأنك أنت يدك معنا سيدي، أنك أنت يا رب ترفع عنا كل قلق وترفع عنا كل مرض يا سيد الرب، لأنك أنت تعطينا تعزية وتعطينا قوة من عندك أيها السيد. أمين يا رب. لأنك أنت ربنا يا رب ومخلصنا يا رب. أمين. لمن نذب حبيبي يسوع وكلام الحياة الأبدية عندك سيدي. شكرا. لمن نذب حياتنا بين يديك سيدي، لأنك أنت روح وحياة سيدي. أمين. حياة الأبدية هي أنت سيد الرب، اسمك المقدس يا رب يسوع المخلص. شكرك. نشكرك حبيبي يسوع من أجل عظمتك في حياتنا، في بيوتنا، في كنائسنا، في يا رب التيفي يا سيد الرب قنواتنا التي تمجد اسمك وتعظم شخصك القدوس سيدي، واضعين سيدي كل إنسان فيه قلق يا سيد الرب أن ترفع القلق يا رب وتضع السلام مكانه يا إله الحي، لأن العالم يا رب على هفة بركان يا سيد الرب. أرجوك في المسيح يسوع أن تعطينا قوة من عندك أن نتسلح بسلاح الأمان يا رب، والقوة والمسامحة يا رب. أرجوك في المسيح يسوع أن تعطينا أن نحب أعدائنا يا سيد الرب، أن تعطينا يا رب أن نكلل هذه الأيام بمجدك أنت وحدك يا رب، لأننا على أبواب النهاية يا سيد الرب. أضع العالم كله بين يديك سيدي، الدول العربية بين يديك. أمين. مصر يا رب بين يديك. أرجوك في المسيح يسوع أن تضع سلامك وتهدي يا رب الناس يا رب المتحمسين للغليان الذين فيهم يا رب أبانس يا سيد الرب، أن تهديهم باسم الرب يسوع. أمين. وسوريا بين يديك، والعراق بين يديك، ولبنان بين يديك. أمين. والعالم أسمع بين يديك سيدي. أن تتمجد حبيبي يسوع في كل بلد يا رب، إن كان في أوروبا وفي أمريكا يا سيدي، أن تكون يا رب أنت الأول يا إله الحي،
أن تكون أنت الرئيس يا رب، لأن يا رب الرؤساء كجداول والمياه بيد الرب يا سيد الرب. أرجوك في المسيح يسوع أننا يا رب واضعين كل شيء بين يديك يا رب، لأنك أنت رئيس هذا الكون يا سيدي. لا تدع الإبليس يا سيد الرب أن يأخذ يا رب أي شيء يا سيدي. يا رب قيد إبليس أيها الآب السماوي، قيده باسم الرب يسوع. يتقيد إبليس يا رب لمجدي اسمك ولمجدي عظمتك يا رب، ونعطي مجدا إلك يا رب وكرامة إلك يا سيدي وعظمة إلى شخصك يا رب. ليس لنا سيدي ليس لنا، لكن لمجدك لاسمك نعطي مجدا يا رب. أن تبارك الآرامية وتبارك خدامها يا سيدي، وتسدد كل احتياجاتها باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. لك في المجد والكرامة والسجود باسم سادينا ومخلص يسوع المسيح. آمين 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 آمين. ربنا يباركك. شكرا حبيبي. صلي من أجلي. آمين. ربنا يباركك. ربنا يباركك. آمين. أشكرك من أجل اتصالك أخت أم سرمت. أو معنا أم فرانك. تفضلي أم فرانك. نعم أخت رواء. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخيرات. أهلا وسهلا. الله يكرم الدكتور إكرام بروحه القدوس، والله يرويك بروائي الكثير. الله يبارككم. امين. فانتوا هذا الموضوع اللي اليوم طرحتوه على هذه 12 صفه حتى نخاف وما ما نخاف، اذا هي 12 فاحنا عندنا 365 كلمه لا تخف في الكتاب المقدس. فأنا لا أخاف من أمين. أي شيء. أمين. لا أخاف أمين. من الموت لأن أعرف وين أذهب. نعم. لا أخاف من المرض لأن هو الطبيب الشافي. لا أخاف من الجوع، هو يشبع طيور البرية. أمين. ويلبس أزهار البرية لبس ما كان يلبسه سليمان الحكيم في كل غنائي. فدائما الرب يقول لا تخاف أيها الخطيء الصغير، أنا راعيك أنا حاضر. أمين. أمين. لا تخاف ولو مشيت في وادي ظل الموت لا أخاف، لا أخاف لأنك أنت معي، لا أخاف عصاك وعكازك هما يعزيانني. لا أخاف. نشكر الرب احنا إذا كنا مؤمنين صادقين لا نخاف من هاي المخوفات كلها، كل شيء تحت رجل المسيح. أمين. مبارك أمين. إيمانك أمين. يا أخت أم فرانك، فعلا إيمان رائع. أنا أشكرك من أجل اتصالك ومشاركتك معنا على الهواء. برنامج رائع، حضور الرب واضح. ربنا عاوز يعالج الناس. نعم. حقيقي ربنا عاوز يقول للناس اللي خايفة النهاردة أنا عاوز أبدد كل خوف. أمين. النهاردة عاوز أحرركم من قيود الخوف. الناس اللي مش قادرة تنام، الناس اللي الخوف عمل لها أمراض سكر وضغط، النهاردة الرب عاوز يحرر ويفك ويقول له كل واحد أنا هو. آمين آمين. مشاهدينا ما زلنا معاكم في هذه الحلقة، لكن سنعود معاكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أعدوا طريق الرب. حملة جمع تقديمات الآرامية، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. مشاهدين الكرام، أتباع وتلاميذ الرب يسوع المسيح، كما نوهنا سابقا بأن احتياجات الآرامية لهذه الحملة هي 240 ألف دولار، 45 ألف دولار هي ديون مستحقة لشركة البث. نرجو أن تذكرونا في صلواتكم، عالمين أن الرب قادر أن يعين أولاده بحسب غناه في المجد. آمين. Yeah.
أعدوا طريق الرب، حملة جمع تقدمات الآرامية. فجاءت أرملة فقيرة وألقت في السيل قيمتهما ربع. ربما تفكر إن ما لديك هو قليل وغير مستحق أن تقدمه لله، سواء كان في الصلاة، عطاء، مشاركة أو أي مساهمة أخرى. الرب يسوع المسيح مدح الأرملة الفقيرة التي قدمت فلسين، والتي كانت أقل من كل التقدمات، لكنها قدمت بمحبة وقدمت بسخاء. الله لا يريدك أن تقدم أموالا طائلة وتقدمات عظيمة تليق بالله، لأن كل ما نقدمه هو قليل بحق الله، لكن الله يثمن القلب المعطي ويبارك الإنسان الذي يرجو رضا الله في حياته. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الأمسية الرائعة اللي فعلا حضور الرب يسوع المسيح معانا واضح. هذه الليلة هي ليلة رائعة، الرب يريد أن يبارك كل شخص الآن يشاهدنا على الهواء، وأيضا هي فرصة رائعة. كان في اتصالات صلوا معانا على الهواء، يعني عادة هو الخادم بيصلي مع الأخوة، لكن الرب غير الاتجاه، الأخوة اللي يتصلوا والأخوات هم اللي يصلون. فلتكن مشيئة الرب، أي أخ أو أخت الرب يثقل على قلبه أنه يصلي معانا على الهواء، هو رح يحطم جزء من مملكة إبليس. اليوم الأخت دولة اللي هي بادرت وبدت في هذه الصلاة، والأخت أم سرمت بعدها، أريد نشوف الشخص الثالث والرابع والخامس كم شخص رح يهدم مملكة إبليس في هذه الليلة. آمين؟ أنا واثقة كثيرين رح يتصلون ورح يشاركونا في هدم الحصون. على دماغ إبليس، خراب على مملكته، كذاب وأول كذاب. آمين. هو فإحنا عندنا سلطة، سلطان الرب يسوع. نعم. المسيح معنا أن ندوس الحياة والعقارب. آمين. آمين. كانت وعود رائعة رائعة وجميلة جدا دكتور تكلمتنا عنها. هل يوجد وعود أخرى؟ كنا نتكلم عن العوز والاحتياج في ظل هذه الظروف. آمين. أنا يمكن مركز كمان شوية على العوز والاحتياج، لأني لما جيت أمريكا استغربت، كنت أفكر أن الناس في العالم الثالث بيبقوا خايفين من الظروف المادية، لكن فوجئت أنه في أمريكا الناس خايفة أكتر. الناس خايفة تطلع من بيوتها وتطرد، ما يقدروش يدفعوا المورجش. الناس خايفة من التقلبات، الأزمة الاقتصادية الريسيشن تأثر فيهم فما يقدروش يدفعوا اللي عليهم. أنا بقدم لهم وعود من الرب. الرب هو العلاج. شوف الوعد الجميل اللي موجود في مزمور 37 عدد 25. داود يقول كده: أيضا كنت فتى وقد شخت. شوفي كم سنة دي، تديها 75 سنة 80 سنة، ولم أرى خلال الوقت ده كله صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبز. دي شهادة حية من شخص قال قبل كده الرب رعية فلا يعوزني شيء. مش أنا وبس، لكن كل صديق، كل إنسان عايش مع ربنا، كل إنسان في حمى المسيح، ما شفتش واحد في حمى المسيح المسيح استغنى عنه. مزمور 34 10 يقول كده: اتقوا الرب يا قديسي، لأنه ليس عوز لمتقي. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. الآية دي فهمتها بطريقة جزئية في مقالة كنت قريتها لسوزان مبارك، سيدة مصر الأولى سابقا. تقول احنا ما عندناش فلوس واحنا بنستلف عشان قاطر نعيش. أنا ما عرفش مدى صدقها إيه، لكن اتذكرت إن الأجبال احتاجت وجعت. ممكن يكون ده صح، ممكن يكون غلط، لكن الأجبال بتحتاج وبتجوع، لكن طالبوا الرب لا يعوزهم شيء من الخير. عاوز أختم بوعد واضح وصريح في فليبي 4:19، وأرجو أني أحبائي يكونوا بيسجلوا الشاهد دي: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. إذا كنت تؤمن أن إلهك غني في المجد، فهو سيملأ احتياجك بحسب غناه في المجد. مش هيديك على قدك،
لكن هيديك على قده. دايما اقول له كده، يا رب ما تدينيش على قد ايدي، ايدك صغيره لكن اديني على قد ايدك انت، لان ايد الرب كبيره. الله هيملا احتياجات اولاده. احنا مش خايفين من بكره، لان بكره الله هيملا كل احتياج لينا. يعني هي المساله كما تفضلت حضرتك انه تتطلب ايمان وثقه كامله في الرب. نعم. انه انه استقبل من الرب واكون مستعده، لكن في انه يكون عندي الثقه الكامله. وهي هنا هالنقطه اللي يعني صعبه، لانه كثيرين اللي نشوفهم اليوم يفتقدون هذه الامور. نعم. ونشكر الرب انه ده تطرق الى هذه الامور. فهي يعني مثلا في عندنا النقطه الثالثه اللي راح نتطرق عليها، هي عن الجوع. نعم. كثير من المسيحيين، احنا يعني كمسيحيين عايشين بهالعالم، لكن استل في خوف في داخلنا انه او الاكانمي يعني از فيري باد، وممكن انه راح ياثر علينا وياثر على اولادنا، ياثر على اجيالنا. ومع العلم احنا نعرف في وعود في الكتاب المقدس، لكن في خوف. فكيف تفسر هذا؟ افسر هذا باني انا مش مثبت نظري على ربنا. والسبب الثاني ان كلمه الله مش ثابته فيا. يعني امتى اقدر اغلب؟ امتى ابقى قوي؟ اكتب اليكم لانكم اقوياء وقد غلبتم الشرير، قبل يقول وكلمه الله ثابته فيكم. فكلمه الله مش ثابته فيا فبتغلب، كلمه الله مش ثابته فيا فالشيطان بيضحك عليا. لكن كيف يعني وانا سنين في الايمان مع الرب، سنين طويله مع الرب؟ مش بالسنين لكن بالمسيرة الحقيقية مع الرب. خذي بالك، مؤمنين كورنثوس كانوا أطفال بسبب طول الزمان كان يجب أن يكونوا، لكن ظلوا أطفال، لم ينموا في النعمة. فالعمر مع المسيح ما يتحسبش بالسنين، لكن يتحسب بالوقت الحقيقي اللي عشت في الشركة مع الله. قابلت ناس لهم سنين مع ربنا لكن أطفال، عندهم يعني نسميه جروس ريتارديشن، عندهم تأخر في كل حاجة. وقابلت ناس ليهم شهور مع ربنا لكن ناموا بسرعة، لأن كان ليهم علاقة حقيقية مع ربنا. على قد ما هيكون ليا شركة مع ربنا، على قد ما كلمة الله هتثبت فيا، على قد ما هنمو في النعمة واتمتع بهذه الامتيازات. أمين أمين. النقطة الأخرى اللي نأتي عليها هي النقطة الرابعة عن المرض. المرض يعني في كثيرين، والكتاب المقدس يؤكد هذا، انه يرقدون يعني الشوكه في الجسد. بولس الرسول كان في عنده شوكه في الجسد، مع العلم هو رسول المسيحيه. لكن كمؤمنين اليوم ايضا نعاني كثير من امراض، نعاني من اوجاع، من الام. هل بولس الرسول كان ثقته في الرب؟ هو بولس كان خايف من المرض؟ ده بولس المرض كان بالنسبة له بركة. قال الرب إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فهنا ربنا عاوز يقول له وقت ضعفك أنا هديك نعمة تعوضك. شوفي، لما أكون مؤمن ومريض علي أني أصلي لغاية لما ربنا يعمل واحد من اثنين، إما يرفع المرض أو يرفعني فوق المرض، إما يمد إيده ويشفيني وده سهل جدا، أو إنه يرفعني فوق المرض. فهنا المرض يبقى المجد ربنا. المرض موجود لكن ربنا بيديني نعمة وأنا فوقيه، مش عايقني على حاجة. إحنا قلنا إن علاج أي حاجة أنا هو. تعالي نشوفي أنا هو قدام المرض موجودة فين. موجودة في سفر الخروج إصحاح 15 عدد 26. فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرضا مما وضعته على المصريين لا أضع عليك. فين أنا هو جاي؟ فإني أنا الرب شفيك يهوى رفع. أنا عاوز أقول لكل مؤمن اوعى تخاف من المرض، لأن المسيح أقوى من المرض. هو بيقول أنا يهوى رفع، أنا الرب شفيك، أنا اللي أقدر أشفي. كتاب قال على المسيح والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. شوف الكتاب يقول في متى 14 عدد 36 كده، وطلبوا إليه أن يلمسوا حدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. فعاوزك تثق في الرب. يعني أنا بكلم كل نفس مريضة النهاردة، أنا عاوزك تصلي لغاية لما ربنا يعمل واحدة من اتنين،
إما يمد إيده النهاردة ويشفيك وهو قادر لأنه يستطيع كل شيء. كلمنا حد من شوية كان عنده بيتكلم عن سرطان في البنكرياس، مفيش أصعب من كده، أنا بكلمك كطبيب، لكن الرب يقدر يشفي كل الأمراض أو يديك نعمة بحيث ما تبقاش منحني لكن تبقى منتصر، ومن خلال مرضك تمجد ربنا وتشهد عن عمل النعمة في حياتك. اوعى تخاف من المرض لأن المسيح أقوى من المرض. بيعجبني جدا كمان اللي ذكره الكتاب في لوقا 9:1 إن المسيح دعا تلاميذه 12 وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وإيه تاني وشفاء المرض. ده مش ربنا عاوزك تخاف من المرض، ده ربنا مديك سلطان كمان إنك تشفي مرضى. ربنا إدى الكنيسة هذا السلطان. أمين. اذهبوا إلى العالم، نسعى بنعمل إيه؟ نكرس بالإنجيل، وإيه كمان؟ اشفوا مرضى، أمين. اخرجوا شياطين. أمين. يمكن الكنيسة الكسلانة، الكنيسة التعبانة، الكنيسة اللي مش فاهمة الامتيازات اللي ليها في المسيح، محرومة من كل هذه الامتيازات. أنت مؤمن وقاعد خايف من المرض، ده المسيح إداك سلطان إنك تذهب وتشفي مرضى، مش أمين. تخاف من المرض. أمين. أمين. يعني فعلا اليوم إحنا مباركين من الرب، كلمة الرب معزية جدا، والرب بنفسه كلمة الرب اللي ده تشهد عنا وتقول أنا الرب شافيك. في هذه الليلة إذا كان عندك أي شخص عزيز عليك، أي شخص تحب هذا الشخص هو مريض، تحب أنه تعلن مرضه علنا على الهواء، اليوم الرب راح يشفيه. لا تتردد، اتصل واتصل معنا، الخادم الرب راح يصلي معك، وكون خلي يكون عندك ثقة كاملة 100% ثقة قوية بالرب انه راح يشفى هذا الشخص، اللي مو إلا انه تكون انت، لكن انت نيابة عن هذا الشخص اتصل على الهواء واعلن هذا بالعلن امام الجميع، وانت راح تحطم وتهدم مملكة إبليس. أنا أشجعك في هذه الليلة، هذه هي فرصة، هذا هو صوت من الله، خدام الإنجيل هم مو يومية يمنا، لكن نشكر الرب أنه الرب يرسلهم في أوقات إحنا الرب يعرف في أشخاص محتاجين إلى أن يسمعون هذه الكلمة. فإحنا جاتينا صلوات يعني مو على الهواء، راح نصلي من أجل هذول الأسماء، لكن أنا أتمنى أنه تطلع على العلن وتعلن أمام الجميع. موضوع رائع دكتور إكرام، فعلا يعني وعود كثيرة، وعود ثمينة وغالية. نعم. وتكلمنا على إلى حد الآن ثلاث يس الرابعة وهي عن المرض. عن المرض احنا قلنا المسيح اقوى من اي مرض، لازم نؤمن بكده، مفيش مرض يقف قدام المسيح. اذا كنت مريض صلي، اذا كنت مؤمن وتعرف حد مريض روح صلي له، انا بشجعك انك تروح تصلي له، صلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه. احنا عندنا ايمان كامل ان المسيح هو الطبيب العظيم، مفيش مرض يقف قدام المسيح، لمسة واحدة من المسيح تنتهر كل مرض. ياريت كل أحبائي اللي خايفين من المرض النهاردة يعرفوا أن ليهم سلطان على المرض، وليهم سلطان أنهم يشفوا مرضى، وأن هذا السلطان إداه المسيح للمؤمنين، وهذه الآيات تتبع المؤمنين. أنت معطى ليك هذا السلطان، معطى ليك هذه الآيات، استخدم السلطان اللي إداهولك المسيح. آمين أمين أمين. النقطة الرابعة اللي هي المرض، الخوف من الموت، الخوف من الموت. نعم. عفوا يعني مرعبة هذه فعلا. نعم. يعني الموت من اسمه الموت، فعلا روح شرير. نعم. أنه يأخذ ملك الأهوال، لكن الموت يس ملك الأهوال يس. فكيف إحنا اليوم كمسيحيين أنه نتعامل مع هذا الموقف؟ الحقيقة الموت فعلا ملك الأهوال. أنا مش ممكن أنسى لما كنت طبيب امتياز ريزيدنت يعني، وكنت في مستشفى مسؤول عن حالات حرجة في عنبر الحروق، وكل يوم كان ناس بتموت، وكنت يعني كانت فترة ربنا كان بيعدني ويجهزني فيها، فكنت بتابع الناس وهي بتموت، وشفت ناس الحقيقة بعيدة عن ربنا وهي بتموت، شيء فظيع.
شيء بشع. يعني بصلي من كل قلبي ان ما حدش واجه هذا المصير. يعني اذا كان اللي بيسمعني بعيد عن ربنا ومش واثق ان ليه مكان في السماء وخايف من الموت، لان هقول لك مش خاف، اترعب من الموت. هضحك عليه يعني. خليني اتكلم بكل امانه. الموت ملك الاهوال، ليه سلطان عليك، انت ما اخدتش حياه ابديه من المسيح. اذا الموت بالنسبه لك شيء فظيع. الموت هو بدايه الاتعاب. يمكن في ناس يقولوا امتى نموت ونرتاح؟ طب انت لو مت هتروح السماء؟ لو كنت مش هتروح السماء لو مت، يبقى الموت مش راحه بالنسبه لك. ده الموت بالنسبه لك بدايه الاتعاب. يقول الكتاب وسيصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين. على العكس من كده بقى، الصديق واثق عند موته. اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. ازاي ده وادي ظل الموت؟ ده وادي الاهوال، لانك انت معي، عصاك وعكازك انت معايا. طالما ماشي معايا في وادي ظل الموت انا مش هخاف. علاج الخوف من الموت المسيح. وزي ما قلنا دايما يقول انا هو. طب فين انا هو هنا؟ في يوحنا 11 قال لهم يسوع انا هو القيامه والحياه. مفيش خوف من الموت بقى، لان انا هو القيامه والحياه. مفيش انسان يقدر ما يخافش من الموت غير لو ضمن ابديته ووثق انه المسيح استلم حياته. لكن يعني في دكتور اكرام مسيحيين من يعني جيب سيره الموت بيقولوا لك ابعد الشر عنا. الموت للخاطي شر، لكن الموت بالنسبه للمؤمن طوبى للاموات، لانه هو راح ينتقل. بالضبط، وصل. امين. فلو هو خاطي الموت بالنسبه له شر. بالنسبه له مش كارثه، دي كارثه الكوارث. لكن لو هو ملك للمسيح، لاحظ الله غمض عيني فيها هنا افتحها الان في السماء. امين. على فكره عاوز اقول لك يعني جزء من اختباري لانه مرتبط بالخوف من الموت. واتمنى ان يعني الاختبار ده يعني يصحيك اذا كنت لسه نايم، يفوقك اذا كان الشيطان يعني واخدك في سكر العالم. أكتر حاجة هزتني قبل ما أعرف ربنا موت واحد من أصحابي. كنت لسه في مرحلة ثانوية، سني 15-16 سنة، واحد من أصحابي بيصحول ومات، وأنا عارف هو راح فين. أنا طبعا كان انطباعي في الوقت ده إن مفيش حد يموت دلوقتي، الناس بتقف طابور، الكبار بيموتوا في الأول. لكن اكتشفت إن القصة مش طابور، أي حد ممكن يموت في أي لحظة. نام صدقيني ما كانش عنده أي حاجة، جه صحوه لقيه مات. حقيقة القصة دي عملت لي رعب. قعدت كذا شهر كل ما أجي أنام بالليل أخاف أنام. ليه؟ لإلا أنام أموت أروح جهنم. فكل ما يجي ميعاد النوم مش عاوز أنام، بقدر الإمكان أحاول أسهر نفسي أسهر، لكن أنا نفسي لازم بنام. أول ما أصحى الصبح كنت معلق صورة للمسيح قدام السرير. فاول ما اصحى ابص على السرير الحمد لله، لان انا عارف ان انا لو مت اروح جهنم، المسيح مش موجود هناك. فاول ما اصحى القى صوره المسيح اقول الحمد لله، ليه لو عدت. وفضل الحال ده لغايه لما اتقابلت مع المسيح. امين. خوفي من الموت راح. امين. بقيت انام اقول بسلام اضجع، بل ايضا انام لانك وحدك يا رب منفردا في طمانينه تسكن. انا مش خايف من الموت. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ لان الموت اتحول الى حياه من سبب خوف، مش حياه وبس. ده بولس قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. تحول الموت لشهوه. زي ما واحد بيشتهي يبقى عنده بيت كبير، المؤمن الحقيقي بيشتهي ان يكون مع المسيح في السماء. امين. بعد ما تخلص خدمته. امين. اذا مش ممكن انتصر على الموت غير لما انال الحياه الابديه. بدون ما انال الحياه الابديه مش ممكن انتصر على الموت. يعني الرب يسوع انتصر على الموت. ابليس لو كان يعرف ان الرب يسوع راح يقوم، يقول الكتاب لما صلبوا رب المجد. نعم. لكن نشكر الرب من اجل الهنا، الهنا عظيم. نعم. موته وقيامته هي اللي انطتنا حياه. نعم. ابديه، وانطتنا نعمه وبركه. الهنا عظيم اللي انطانا هذه الحياه وانطانا هذه البركه.
فعلا كما تفضل حضرة القسيس، إذا إحنا اليوم غادرنا هذه الحياة إحنا فقط راح ننتقل من هالحياة إلى حياة أخرى، حياة أفضل وحياة أحسن. نعم. فاستثمر هذه الفرصة عزيزي المشاهد. هذه الليلة الرب انطالك فرصة، يمكن بكرة إحنا ما عايشين، يمكن يجي حبيبنا اليوم، يمكن ويمكن يجي اليوم، فاستغل هذه الفرصة أنه استثمرها لمجد اسم الرب. لا تكنزوا كنوزا لكم على هذه الأرض، استثمرها لمجد اسم الرب. أرجوك لا تتردد، يعني اليوم أنت يمكن تفكر أنه إذا رفعت سماعة التليفون it's too much يعني for you ترفع السماعة وتمجد بها اسم الرب، لكن هاي راح تبقى للأبدية، راح تشوفها هناك مثل الفيلم اللي يتكرر أمامك للأبدية، أنه كنت على الأرض، أنه في اليوم الفلاني اتصلت وشجعت وباركت، أنت تباركت وباركت آخرين. هناك أكو نفوس اليوم كثيرة بالآلاف دا تروح للجحيم، كون أنت سبب بركة من خلال، يمكن أنت اليوم ما تقدر تجي وتأخذ وتقعد معانا وتبشر، لكن تستطيع أنت بلا عذر، حتى المؤمن مو بس لغير المؤمن، أنت بلا عذر، لأنه الرب خلى هذه الوسائل ومنها التليفون أنه تتكلم وتذيع خبر اسم الرب لخلاص هذه النفوس. فأنا أشجع كل مشاهد يشاهدنا الآن أنه يتصل يصلي معنا من أجل النفوس اللي هي ضايعة، من أجل أقاربه، من أجل أخوانه، من أجل خواته، من أجل أهله. هذه النفوس هي مغالية عليكم أهلكم، فأرجوكم شاركونا بالصلوات، نرفعهم أمام الرب حتى الرب يفتح باب للخلاص نفوسهم. عاوز أقول آية جميلة جدا. في عبرانيين 2:15، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو علاج الخوف المسيح أيضا كذلك فيهما. ليه؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. داود قطع رقبة شاول بإيه؟ بسيف شاول. المسيح بالموت أباد الموت. شوفي الآية اللي جاية، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. حتى أنبياء العهد القديم كان لما يجي سيرة الموت كانوا بيرتعبوا، كانوا بيخافوا، لأن الموت ملك الأهوال. كانوا بيخافوا يذهبوا إلى الهاوية، كانوا بيخافوا من مواجهة الموت، لكن شكرا للرب لأنه بموت المسيح على عود الصليب كسر شوكة الموت. نقدر نقول النهاردة أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ المسيح مات وكسر شوكة الموت وقام وانتصر، وإحنا دلوقتي مش بنخاف من الموت لأن لينا حياة أبدية. الإنسان اللي أخذ حياة أبدية ما بيخافش من الموت. لكن الإنسان اللي ما أخذش حياة أبدية، أنا بقول لك مش خاف من الموت، اترعب من الموت. ياريت النهاردة، ياريت النهاردة من فضلك لا تقصي قلبك. أنا شايف إن وقت برنامجنا تقريبا بيخلص، وفي ناس بتسمعنا لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح مخلص لحياتها، مستني إيه؟ هل مستني النهاردة حياتك تخلص وتنتهي؟ مستني إيه؟ أنت ما تعرفش اللحظة اللي تنتهي فيها حياتك. إبليس يمكن بيضحك عليك ويقول لك العمر طويل. مين قال لك إن العمر طويل؟ ياما ناس فجأة ماتوا، ياما ناس فجأة انتهت حياتهم. هل أنت مستعد للقاء إلهك؟ هتعمل إيه لما تقف قدام كرسي المسيح؟ لازم تبقى فاهم إن لو انتهت حياتك دلوقتي مفيش فرصة تانية. إحنا في زمن الحب، لكن لو حياتك انتهت النهاردة ضاعت الفرصة يا مسكين. تعال للمسيح اللي حبك ومات لأجلك على عود الصليب. أوعى العالم يخدعك، أوعى العالم يغرك. إبليس بيزين لك العالم، لكن صدقني كل ما في العالم أوهام، باطل الأباطيل الكل باطل. إبليس بيخليك تسعى ورا السراب، لكن النهاردة المسيح بيمدلك إيده وبيقولك أنا فديتك، مت عشانك على عود الصليب. ليه تخسر أبديتك؟ ليه تخسر حياتك الأبدية؟ أنا قدرتك وفديتك بدمي واشتريتك بدمي، ليه تبيع أنت نفسك؟ على فكرة إذا كنت أنت بايع، هو مش بايع هو شاري. إذا كنت أنت بتبيع المسيح بأرخص الأثمان،
من أجل علاقة نجسة، من أجل إزازة، من أجل مخدرات، من أجل أموال، بتبيع المسيح زي يهوذا؟ هو مش هيبيعك، هو اشتراك بدمه الزكي الكريم. فياريت النهاردة تيجي وتتعرف عليه وتقول له سامحني يا رب، سامحني على العمر اللي انقضى وانا بعيد عنك يا رب، سامحني يا رب على كل بعد، سامحني على كل عناد، من فضلك من فضلك استلم حياتي. انا عارف ان وقتنا خلص. امين. الوقت أدركنا دكتور إكرام، لكن قبل ما أنهي البرنامج في أدنى أخوة اتصلوا معنا من أجل الأخ إكرام والأخت دولت والأخت أم سرمد والأخت أم فرانك والأخ عفيف وزوجته أحلام والعائلة، إذا ممكن صلي من أجلهم. أصلي. أمين. 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 يا رب أنا بشكرك من كل القلب يا رب، لأنك أنت إلهنا اللي بيسمع صلاتنا. نعم يا رب، احنا مش بنخاطب الهواء ولا بنتكلم الى اله مجهول، لكن احنا بنكلم الهنا اللي عندنا ايمان وثقه انه بيسمعنا. اسالك يا رب في هذه اللحظات انك تلمس يا رب كل نفس محتاجه ليك، كل نفس اتصلت بينا تعلن عن احتياجها، احنا بنتحد معاها وبنقول لك يا رب اسرع يا رب، انت لا تمنع خير عن السالكين إليك بالكمال. ما تمنعش خير يا رب عن أي إنسان بيسأل، عن أي إنسان محتاج يا رب، لكن دايما أبوابك مفتوحة ودايما إيديك ممدودة بالخير والرحمة. بصلي من أجل كل نفس خايفة، كل نفس ذليلة، كل نفس قلقانة، طمنها النهاردة يا رب. اعلن عن ذاتك ليها. افتح عينيها يا رب، افتح عينين جيحزي ليرى أن الذين معنا أكثر من الذين علينا. أمين. افتح العينين العمية يا رب، اتلامس مع القلوب المقفولة يا رب، غير النفوس يا سيد، اتمجد انت يا رب. بصلي يا رب من أجل قناة الأرامية. أمين. المنارة اللي انت جعلتها علشان تعلن كلمتك وتعلن إنجيلك، سدد انت احتياجاتها يا سيد الرب، واستخدمها أكثر وأكثر، حامي انت عنها يا رب لتستمر يا رب في انها توصل رسالتك وتوصل يا رب انجيلك الى كل المسكونه. ايها أمين. الرب الهنا، انا بشكرك يا رب من كل القلب لانك تسمع وتستجيب. امين. 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 نشكرك دكتور اكرام انوار من اجل قبولك لدعوتنا في الفضائيه الاراميه، ونتمنى لك انه الرب يكون معك في مسيرتك لخدمه الانجيل في كل مكان، ويبارك عائلتك وكنيستك وتوصل بالسلامة. أنا للبركة وسطيكم، ربنا يبارككم، الرب وسطيكم. Thank you. وحابة أشكر كل مشاهدينا اللي كانوا معنا هذه الليلة واللي شاهدونا. بركة الرب يسوع المسيح تكون معكم في هذه الليلة، وروحه القدوس يحميكم ويسيج حواليكم، وتصبحون على خير.